خلال اجتماع لمجلس المحافظين، مدبولي يشدد على أهمية ملف توريد القمح. القوات المسلحة تنفذ عددا من التدريبات المشتركة بالسعودية. قصف روسي يطال خزان الحمض النيتريك في سيرف دونيتسك، والجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب بأوكرانيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته 6، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد وعدد من ممثلي الشركات العالمية والمصريين بالخارج. وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة استثمرت مئات المليارات من الجنيهات لخلق بنية أساسية قوية من شبكة طرق وشبكة موانئ بحرية وجافة ومناطق لوجستية. أضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار. الدولة المصرية استثمرت، وهذه الاستثمارات بمنتهى الأمانة لم يكن يعني أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر أنه يعملها. فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا. قادرين نعمل كذا، عندنا الطاقة الكهربائية اللي تمكننا من ذلك، عندنا الشبكة اللي موجودة، عندنا أراضي صناعة مرفقة، وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير إنه يدخل ويطلب إن هو يشتغل، عندنا هذه الأماكن الجاهزة. كان لازم نتحرك في تهيئة مناخ الأعمال، وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت إن كانت لازم تتعمل لها يا إما تشريعات جديدة أو تشريعات يتم تعديلها. وهذا هو اللي قمنا به. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توريد القمح هو الأهم حاليا، وكل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، واجه مدبولي بتدليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين، مشددا على أن يتم التعامل بحسم مع عملية الامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح. وخلال الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بالتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، موجها بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة. في إطار النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينظم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 16 من يونيو القادم
بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى، حيث يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ الذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي. انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 والذي تجرى فعالياته بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، ويستمر لعدة أيام بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن. تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة، كما يشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب. وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودية، والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بالسعودية. ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك، وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 149.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 127 طن. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 614 قضية، من بينها 182 قضية خبز ناقص للوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، فقد تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 185 طن أقماح محلية. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية وبرامجها التعليمية والأمنية، وذلك لإعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا واستعراض دورها في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية. وقد أشادوا بما شاهدوه وبالتطور المصري في إعداد الكوادر الأمنية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، استقبلت أكاديمية الشرطة 29 إعلامياً يمثلون 22 دولة أفريقية للاطلاع على دور الأكاديمية كأحد الصروح الأمنية التعليمية المتميزة في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً وإسهاماتها الفاعلة في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية. الزيارة تأتي في إطار برنامج سنوي بتنظمه الوكالة لكبار الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في إطار دعم علاقات التواصل بين مختلف الدول الأفريقية والتعرف على التحديات المشتركة ومناقشتها وسبل مواجهتها. التعاون مع الدول الأفريقية قائم مع الحقيقة أكاديمية الشرطة منذ ثمانينيات القرن الماضي
من خلال تنظيم برامج سنوية ودورات تدريبية في مختلف المجالات. شاهد الوفد جانبا من الدورات التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة في مجالات الأدلة الجنائية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الإرهاب ضمن سلسلة الدورات التدريبية الممتدة والتي تعقد لتلك الكوادر في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها الأمنية للنهوض بالعمل الأمني في الدول الأفريقية. Ça me permet de comprendre à quel point les stages qui sont offerts au niveau de l'académie ici sont des stages qui sont en phase avec les réalités du moment. Donc je pense que quand on dit que l'Égypte fait partie de l'Afrique, c'est une réalité. On voit qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont l'opportunité de venir se former. Et je pense que ça, c'est tout le mérite revient à l'Égypte. This is my first time in Cairo. It's been an exciting experience to visit the police academy and also the anti-terrorism training that you are offering for your cadet officers. It clearly shows you your country is ahead in terms of fighting terrorism and ensuring security for all the citizens. La visite nous a permis de constater de visu que l'Égypte a de fortes potentialités tant sur le domaine de la lutte contre le terrorisme. Une visite donc qui a été fructueuse et inshallah, une fois sur place, nous allons faire découvrir tout cela à nos compatriotes. And I also like to thank the Egyptian Agency of Partnership for Development for the opportunity given me to be here in Egypt and experience all of these things. And as I return home to Liberia, these are the memories that will live with me forever. كما تعرف الوفد خلال جولة قام بها بأكاديمية الشرطة على كيانات الأكاديمية ومنشآتها التعليمية والتدريبية وأحدث البرامج التي تطبقها في مجالات التدريب العملي لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصري مؤهل وقادر على مواجهة المستجدات الأمنية. As a journalist, I'm learning more, and when I go back to Tanzania, I'll be able to communicate with the government and tell them of the learnings that I've learned here in Egypt in many areas, specifically the security from the police academy. تم تنويرنا في جولة كاملة في كلية الشرطة على أحدث طرق التدريب والتأهيل لضباط الشرطة لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام. نحن شاكرون جدا جدا للجهد الذي بذل في هذه الزيارة. Nous sommes venus pour essayer de découvrir la nouvelle Égypte, l'évolution dans différents secteurs de la vie du pays. Nous avons finalement découvert que l'Égypte est finalement une puissance africaine. إعلاميون أفارقة تمثل زيارتهم لأكاديمية الشرطة أهمية كبيرة لنقل التطور الكبير في منظومة إعداد رجال الشرطة المصرية إلى بلدانهم، خاصة مع فتح المعاهد التدريبية أمام الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكاناتها التعليمية والتدريبية لصقل مهاراتهم وتحقيق الاستقرار في بلدانهم. فمصر دائما ما تمد يد التعاون إلى الأشقاء الأفارقة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة البيئة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر القادم. يتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بمؤتمر شرم الشيخ، كما يتضمن تفاصيل تسجيل حضور كل المشاركين، ويتضمن كذلك كلمة ترحيب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد خلالها السيد الرئيس أنه فرصة، أو كوب 27 يعد فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.
شارك وزير الخارجية رئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ والذي يعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وألقى شكري كلمة خلال الاجتماع أبرز خلالها ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ. وأوضح شكري خلال كلمته ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ. كما أكد شكري حرص مصر على التواصل بفاعلية مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ للإسهام في نجاح الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ. استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس. وخلال اللقاء قال الرئيس اللبناني إنه يتمنى أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في إنقاذ لبنان. كان نبيه بري قد فاز برئاسة مجلس النواب اللبناني لأربع سنوات مقبلة من الجولة الأولى وبالأغلبية المطلقة، حيث حصل على 65 صوتا من بين 128. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية التي عقدها المجلس الجديد اليوم. ويأتي فوز بري برئاسة مجلس النواب للمرة السابعة على التوالي، وكانت المرة الأولى في أكتوبر من عام 1992. قصفت القوات الروسية خزانا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونسك شرق أوكرانيا. ودعا حاكم لوهانسك سيرجي جايداي سكان المدينة إلى البقاء في الملاجئ لتجنب استنشاق الغازات المتصاعدة من الانفجار. هذا وتحاول القوات الروسية فرض السيطرة الكاملة على المدينة بعد أن تمكنت من اختراقها. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أوكرانيا حددت بضعة آلاف من جرائم الحرب المحتملة في منطقة دونباس شرق البلاد. وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية في مؤتمر صحفي في لاهاي فتح عدة ملفات حول احتمال نقل أطفال وبالغين إلى أجزاء مختلفة من روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى عمليات تعذيب وقتل للمدنيين وتدمير للمنشآت المدنية على حد قولها. إلى ذلك أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن هناك كما هائلا من المعلومات في موقع كل جريمة يتم التحقيق فيها بأوكرانيا. وأضاف خان في كلمة خلال مؤتمر صحفي للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا بمدينة لاهاي أنه يجب عدم التهاون مع مسائل جرائم الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن المحكمة تعمل مع الادعاء العام في أوكرانيا من أجل التحقيق في جرائم الحرب هناك. وأشار رئيس الجنائية الدولية إلى أنه يعمل على فتح مكتب للمحكمة في العاصمة كييف الأسبوع القادم لمباشرة التحقيقات. رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي بالحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقد كذلك ما وصفه بالتأخير غير المقبول في الوصول إلى اتفاق حول الحزمة الجديدة من العقوبات بين دول الاتحاد الأوروبي. كما أوضح الرئيس الأوكراني أن مرور أكثر من 50 يوما بين حزمتي العقوبات الخامسة والسادسة وضع غير مقبول بالنسبة لبلاده. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي 52 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أوزفاستال الصلب في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا. وأعربت وزارة الدفاع عن استعداد روسيا لتسليم كييف جثث المقاتلين، مشيرة إلى أن موسكو لم تتلقى أي طلب من كييف لاستعادة هذه الرفات. وكان آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول المتحصنين في مصنع الصلب الضخم في أوزفاستال قد استسلموا للقوات الروسية في 20 مايو، وذلك بعد قتال عنيف استمر لثلاثة أشهر.
حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي من أن رفع الحصار عن أوديسا بالوسائل العسكرية سيكون عملية خطرة جدا، وذلك على حد وصفه. جاء ذلك لدى وصول هيئة الأركان الأمريكية إلى لندن في محطته الأولى في جولة أوروبية والتي ستشمل فنلندا والسويد. ومن المقرر أن يشارك الجنرال ميلي في اجتماع لرؤساء أركان الدول الغربية الخمسة والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا. قضت محكمة أوكرانية بالسجن لمدة 11 عاما ونصف العام على جنديين روسيين متهمين بقصف بواسطة قاذفة صواريخ متعددة بلدتين أوكرانيتين في منطقة خاركييف في شمال شرق البلاد، وذلك في اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية. وأفادت النيابة العامة في أوكرانيا أن الجنديين الروسيين أدينا بانتهاك قوانين الحرب وأعرفها، مضيفة أن المتهمين أقرا بذنبهما بالكامل. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر في قيادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قد يفرض رسوما على النفط الروسي إذا فشلت الدول المشاركة في الاتفاق على فرض عقوبات موحدة. في غضون ذلك أعلنت شركة غاز بروم الروسية وقف إمدادات الغاز لشركة تشيل إنرجي أوروبا في ألمانيا، وذلك اعتبارا من الغد الأربعاء لعدم دفعها بالروبل. هذا وقد أصبح فرض الرسوم على النفط الروسي ممكنا منذ أن ألغى الاتحاد الأوروبي وضع الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بروسيا. أعلنت شركة غاز بروم الروسية أنها ستقطع تدفقات الغاز إلى شركة أورستيد في الدنمارك وإلى شركة تشيل إنرجي لعقدها لتوريد الغاز إلى ألمانيا بعد أن امتنعت الشركتان عن الدفع بالروبل. أضافت غاز بروم أن قطع التدفقات سيسري من أول يونيو. وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات. أقر البرلمان الياباني ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين أو ما يعادل 21 مليار دولار للسنة المالية 2022، وذلك لمواجهة الارتفاع الأخير في أسعار الوقود والغذاء في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلنت طوكيو استخدام ما يقرب من 1.2 تريليون ين لتمديد برنامج دعم النفط الحالي حتى نهاية سبتمبر. وارتفعت أسعار النفط الخام بسبب مخاوف الإمدادات بعد بدء الأزمة الأوكرانية في أواخر فبراير، بالإضافة إلى ضعف الين مؤخرا مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تضاعف تكاليف استيراد النفط الخام تقريبا في أبريل مقارنة بالعام السابق.
أعلن مكتب الأحصاء النمساوي ارتفاع معدل التضخم في النمسا خلال شهر مايو الجاري بنسبة 8% مقابل 7.5% في إبريل الماضي، وذلك في أعلى قيمة منذ سبتمبر من عام 1975. وقال رئيس مكتب الأحصاء النمساوي توبياس توماس إن المحركات الرئيسية للتضخم هي ارتفاع أسعار الطاقة والوقود مقارنة بالشهر السابق، مشيرا إلى أنه في الخريف القادم هناك توقعات بخطر حدوث فوضى في إمدادات الغاز. ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في مايو، مما يشكل تحديا لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة بدءا من يوليو ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع. وتسارع التضخم في منطقة اليورو تسارع ليصل إلى 8.1% في مايو من 7.4% في أبريل، متجاوزا التوقعات عند 7.7% مع استمرار نمو الأسعار. وارتفعت الأسعار بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا خلال العام الماضي، وذلك بسبب مشاكل سلسلة التوريد بعد وباء كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية. حذر بنك إسبانيا من أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتعرض لحالة انكماش من جراء الحظر الذي تفرضه أوروبا على منتجات الطاقة الروسية. وأصدر بنك إسبانيا تقريرا أشار فيه إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة تتراوح من 2.5% إلى 4.2% بوجه عام إذا توقفت أوروبا عن شراء كافة منتجات الطاقة من روسيا. حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الإفريقي مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص الأمطار. وذكرت الوكالات أن موسم الأمطار بين مارس الماضي ومايو الحالي يبدو الأكثر جفافا على الإطلاق على الأرجح، مما يتسبب في تدمير سبل المعيشة وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بما في ذلك خطر المجاعة. قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إنه يعد بتدخل فوري من جانب الجهات المعنية للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك بعدما تسبب الأمر في إلحاق أضرار بالمشاريع التنموية. وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة تولي اهتماما جديا لارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هناك أهمية لمشاريع التنمية نظرا لتأثيراتها متعددة الجوانب على الاقتصاد. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم ونتابع فيها أيضا. ارتفاع الإصابات بجدر القردة في بريطانيا إلى 190 حالة، والصحة العالمية تستهدف تقليل العدوى بين البشر. قالت منظمة الصحة العالمية إن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدر القردة يكون بتتبع الحالات وعزلها. أضافت منظمة الصحة العالمية أنها غير واثقة في هذه المرحلة من احتواء انتشار جدر القردة. اكتشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 11 حالة إصابة جديدة بجدر القردة، ليرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا إلى 190 حالة. وقالت الحكومة البريطانية إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا بلغ 183 حالة، وتوجد 4 حالات مؤكدة في اسكتلندا وواحدة في ويلز وحالتين في أيرلندا الشمالية. قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وضع جدر القردة في المستوى الثاني من بين المستويات الأربعة في تصنيف الأمراض المعدية، حيث ينتشر جدر القردة بسرعة في جميع أنحاء العالم على الرغم من أنه لم يتم رصده بعد في البلاد. وأوضحت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها لا تستبعد احتمال تدفق فيروس جدر القردة في ظل الزيادة في السفر الدولي على خلفية تخفيف قواعد كورونا وفترة حضانة فيروس جدر القردة. وقد خفضت كوريا الجنوبية مستوى انتشار مرض كورونا من أعلى مستوى إلى المستوى الثاني الشهر الماضي، حيث أظهر الوباء علامات الانحسار.
أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار داخل حرم جامعة كازفي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة بعد نحو أسبوع من حادث بمدرسة روبل الابتدائية في تكساس، ولم تتضح حالة الإصابة على الفور، لكن الشرطة قالت إن أحد المشتبه بهم تم اعتقاله وتم نقل المصابين الذين تعرضوا لإطلاق النار لتلقي العلاج في المستشفيات. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كثيرا من أعمال العنف الناتجة عن إطلاق النار الجماعي يمكن منعها. وخلال استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن في البيت الأبيض، أضاف بايدن أنه شهد حوادث إطلاق نار جماعية أكثر من أي رئيس في التاريخ الأمريكي، ويمكن الوقاية من الكثير منها. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن مقترح لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده، وذلك في أعقاب عمليات إطلاق نار كبيرة شهدتها الولايات المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي قال ترودو إنه يعرض تشريعا يفرض بموجبه تجميد لحيازة الأسلحة الفردية على الصعيد الوطني، مضيفا أن هذا يعني بأنه لن يعد بالإمكان شراء الأسلحة الفردية أو بيعها أو نقلها أو استيرادها في أي مكان في كندا. قتل 24 مدنيا وأصيب نحو 60 آخرين على أيدي انفصاليين مسلحين في جنوب غرب الكاميرون. وقال مصدر أمني محلي إن الانفصاليين هاجموا بالأسلحة النارية قرية على بعد 560 كيلومترا شمال غرب ياوندي قرب الحدود مع نيجيريا. ويشهد جنوب غرب الكاميرون منذ عام 2017 مواجهات شبه يومية بين الجيش ومجموعات انفصالية تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الترحيبية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 أنه يعد فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال. وأشار السيد الرئيس إلى أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ الخضراء تصادف هذا العام لذكرى 30 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفا أنه في 30 عاما التي تلت ذلك قطع العالم شوطا طويلا في مكافحة تغير المناخ وأثاره السلبية على كوكبنا، ونحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل وتقييم أثاره بشكل أفضل وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه. أضاف السيد الرئيس أنه بعد 30 عاما و26 مؤتمر من اجتماعات الأطراف أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعال. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن العالم موجود ويظهر بوضوح العلم الحاجة الملحة التي يجب أن نتصرف بها فيما يتعلق بالتخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. أشار السيد الرئيس في كلمته الترحيبية على الموقع الرسمي لمؤتمر تغير المناخ إلى أن دول العالم مدعوة للعمل بسرعة إذا ما أردنا تحقيق هدف درجة حرارة الأرض 1.5 درجة وبناء قدرتنا على الصمود وتعزيز القدرة على التكيف. وأضاف الرئيس السيسي إلى أن مصر تطلع وشعبها إلى الترحيب بكم جميعا في مدينة شرم الشيخ وهذا المؤتمر في دورته COP27، حيث نثق بأن العالم سيجتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمية على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها. شارك القنصل العام لمصر في بور سودان سامح فاروق شحاتة في الاحتفال الخاص بمراسم تسليم شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر إلى مستشفى الأطفال بولاية البحر الأحمر السودانية.
تشمل أدوية ومستلزمات طبية للأطفال. وأكد القنصل العام حرص مصر على توطيد العلاقات مع كافة أبناء السودان فيما بما فيهم أبناء ولاية البحر الأحمر، وذلك في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات الممتدة بين الجانبين. من جانبه أعرب والي ولاية البحر الأحمر السودانية بالإنابة عن الشكر والتقدير للمساعدات المقدمة من مصر، مثنيا على التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء توافد المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها 47، والتي تنعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 من يونيو القادم، تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة. يشارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، وكذلك يشارك فيه اتحادات رجال الأعمال والاستشاريون من الدول الأعضاء. وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف الوصول لمياه شرب كافية وصرف صحي وأمن غذائي في قطاع المياه الذي يضمن صحة جيدة لأجيال المستقبل. الاتحاد الأوروبي مهتم أهمية بالغة ويولي أولوية كبيرة لقطاع المياه على مدار آخر 10 سنوات أو حتى آخر 15 عاما، ولدينا عدد كبير من المشروعات في قطاع المياه بكافة جوانبه، من بينها المشروع الذي كنا نتحدث عنه اليوم. هناك مياه متعلقة أو مشاريع متعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي، هناك مشاريع متعلقة بالمياه النظيفة، مشاريع أخرى متعلقة بإعادة تأهيل قنوات الري وشبكات المياه والصرف الصحي بشكل عام، وبالتالي فهناك العديد والعديد من المشروعات، حتى أننا أيضا مشاركون في إطار الاتحاد الأوروبي في مشروعات متعلقة بأبحاث إزالة ملوحة المياه، وبالتالي فإن قطاع المياه كان وسيبقى أولوية بالنسبة لنا والاتحاد الأوروبي. شهدت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم حفل إعلان جوائز الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. بدأت فعاليات حفل الختام بعرض فني بعنوان باب الحلم، ويدور حول تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر وما تتخر به السينما المصرية من كنوز فنية. أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان. السينما المصرية زي ما قال زميلنا باستمرار بتفاجئنا مفاجأة سارة، باستمرار بتقدم أسماء جديدة، والسنة دي عدد كبير من الأفلام الفائزة كلها أسماء جديدة وأسماء هيكون ليها مستقبل. طبعا دور المهرجان ودور وزارة الثقافة إنه يقف إلى جانب هذه الأسماء وإنه ينميها وإنه يشجعها. في 31 من مايو من كل عام يتجدد الاحتفال بعيد الإعلاميين، وعلى مدار تاريخه لعب الإعلام دورا كبيرا ومفصليا في الكثير من الأحداث. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد لدينا شرف، تفضلي. شكرا لك إيمان، شكرا لك هبة، والآن موعدنا مع أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة الصادر عن منصة الباروميتر العالمية. وأشار المركز إلى أن منصة الباروميتر عبارة عن منصة تضم المؤسسات الإقليمية وتسعى إلى تقييم مدى توافر البيانات والحوكمة، ويقيس المؤشر حالة البيانات في 109 دول حول العالم، وتعتمد عليه المؤسسات الدولية لتقييم حالة الاقتصاد باعتباره مؤشرا قويا يعكس درجة الاستثمار الآمن في الدولة. وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الجانب البولندي اتفاق التعاون الاقتصادي، وبموجبه يتم عقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه في إطار التطور الكبير في العلاقات المصرية البولندية في عهد الرئيس السيسي، وتأكيدا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي الذي بموجبه ستنعقد اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي عقب توقف دام 29 عاما، بما يفتح المجال لمزيد من آليات وأدوات التعاون المشترك لدعم مجالات التنمية المشتركة. أكدت وزارة البترول ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3 مليار و892 مليون دولار. وأشارت الوزارة إلى أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 لتصل إلى 3 مليار و959 مليون دولار مقابل 456 مليون دولار خلال عام 2020. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات منتصف جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665 مليار و857 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10109 نقاط، وأغلق عند 10150 نقطة مرتفعا بنسبة 4%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2737 نقطة، وأغلق عند 1744 نقطة مرتفعا بنسبة 38%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2614 نقطة ليغلق عند 2621 نقطة مرتفعا بنسبة 28%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و54 قرشا للشراء و18 جنيها و62 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيها و85 قرشا للشراء و19 جنيها و94 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23 جنيها و31 قرشا للشراء و23 جنيها و42 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع. هبطت أسهم منطقة اليورو أكثر من 1% بعد بيانات أظهرت أن التضخم قفز إلى مستوى قياسي في مايو، مما يثير رهانات على زيادات أكبر في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وأنهى مؤشر ستوكس الأسهم منطقة اليورو جلسة التداول منخفضا بنسبة 1.3%، كما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 7%. وهبط مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو الذي عادة ما يرحب بعلامات على ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 1.6% وسط قلق بين المستثمرين بشأن الضرر على الاقتصاد من الزيادات الحادة في الأسعار. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع تماشيا مع أسعار النفط،
وتفوق مؤشر أبو ظبي على بقية المؤشرات في المنطقة، وصعد مؤشر أبو ظبي 1.6% مقتربا من ذروة سجلها في إبريل، كما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي على ارتفاع 1.1%، وصعد مؤشر البورصة السعودية 1.1%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان 0.5%. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إيمان وهبة، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. في البرازيل ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد إلى 91 قتيلا، وأشارت السلطات إلى أنه ما زال هناك أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين. يأتي هذا بينما ضرب أعصار أغاثا ساحل جنوب المكسيك على المحيط الهادئ مصحوبا بأمطار غزيرة ومخاطر وقوع فيضانات مع اتجاه العاصفة نحو الشمال الشرقي. غضب الطبيعة يواصل اجتياحه لعدد من دول أمريكا الجنوبية، مخلفا قتلى وجرحى ودمارا ضخما في أنحاء واسعة من دول القارة. في شمال شرق البرازيل أعلنت السلطات مصرع المئات ونزوح آلاف الأشخاص وفقد العشرات من جراء الفيضانات، وعززت السلطات البرازيلية حالة التأهب من مخاطر الانهيارات الأرضية التي لا تزال مرتفعة، خاصة مع استمرار هطول الأمطار وإن كان بدرجة أقل من السابق. في الوقت نفسه كثفت السلطات المكسيكية من جهودها لإزالة الحطام وفتح الطرق السريعة التي أغلقتها الانهيارات الطينية على طول الساحل الجنوبي الذي اجتاحته العاصفة أغاثا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية. كوارث طبيعية ومناخية تغزو دول العالم حدت بالخبراء للتحذير من انهيار النظم البيئية، داعين إلى مزيد من الجهود لإنقاذ ملايين الأرواح كل عام، مع اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفادي تدهور النظم البيئية وحدوث الصدمات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وانتشار التلوث. ومع أخبار المنافسات المختلفة وأخبار الرياضة. مع أخبار الرياضة نعود من جديد إلى دينا شرف. شكرا لك إيمان، شكرا لك هبة، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. أدى المنتخب الوطني مرانا اليوم تنشيطيا بمقر فندق الإقامة بمشاركة اللاعبين المنضمين، وانضم لمنتخب الفراعنة اليوم الثنائي محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وكريم حافظ لاعب مالتيا سبور التركي، على أن ينضم باقي اللاعبين تباعا. ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 من يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. حصد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في النسخة المنتهية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وجاء حصول بنزيما على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال بناء على اختيارات اللجنة الفنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما فاز جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم المنقضي من دوري أبطال أوروبا. كشفت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا الإنجليزي أصبح مستعدا لبيع لاعبه الدولي المصري محمود حسن تريزيجي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لما كشفته شبكة سكايب سبورتس، فإن أستون فيلا سيصب تركيزه على بيع بعض اللاعبين المهمين في الفريق وعلى رأسهم محمود تريزيجي، مضيفة أن النادي على استعداد للنظر في العروض المقدمة لكل من مورغان سانسون ومحمود تريزيجي وأنور الغازي. أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التعاقد مع الكرواتي إيفان بيريسيتش في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان الإيطالية. وأوضح توتنهام أن بيريسيتش سينضم إلى النادي في الأول من يوليو القادم بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان،
حيث وافق اللاعب الكرواتي على توقيع عقد يستمر حتى عام 2024. انتهى أخبار الرياضة، عودة مرة أخرى إلي أيمان وهبة، إليكما. أشكرك دينا. يخشى مربو الخيول العربية في سوريا من أن يضطروا إلى كبح جماح تقليدهم القديم في تربية الخيول بسبب الأزمة السورية الممتدة منذ نحو 10 سنوات. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 650 جوادا عربيا في شمالي غرب البلاد نزولا من 8500 جواد في عام 2011. بأناقة وجمال تتجول هذه الخيول العربية الأكثر رواجاً في العالم في اسطبلات مربي الخيول نايف السيد الذي تعلم كيفية تربيتها من والده. لكن بعد أكثر من عقد على الأزمة في سوريا أصبح من الصعب للغاية على هذا الرجل أن يعطي خيوله الرعاية الأساسية. إحنا من الأساس مربين خيل أباً عن جد، ونقطعت فترة وبعدين احنا الحمد لله مشي الحال ورجعنا تراثنا القديم للخيل، وشيء متعب في تربية الخيل بالنسبة للعلف وللطب وللعلاج والأمور هاي. القصف المتكرر والغارات الجوية شمال غربي البلاد جعل من الصعب العثور على طبيب بيطري لفحص الخيول والاطمئنان على حالتها. في هذا السياق يقول أحد الأطباء البيطريين أنه اضطر إلى استخدام الأدوية البشرية لإنقاذ بعض الخيول. عانينا الكثير في تربية الخيل، بالأخص يعني بالاختص فينا نحن صحياً. صحيح أن يوجد لدينا شح كبير بالنسبة للأدوية واللقاحات والأمصال والأدوات البيطرية التي تحتاج إلى معالجة الخيول. بسبب هذه الأوضاع الصعبة التي مرينا فيها يعني ممكن فقدنا جزء كبير من الخيول النادرة. يعني في بعض الأحيان نستعين بالأدوية البشرية والأدوية المختصة في المشترات والحيوانات الصغيرة من أجل أن نعالج هذه الحالات. وتقول إحدى جمعيات الخيول العربية الأصيلة إن شمال غرب سوريا بات معزولا بسبب الحرب، داعية منظمات مثل المنظمة العالمية للجواد العربية إلى دعم مربي الخيول السوريين. نطلب من منظمة الواهو أن تسجل هذه الخيول وأن يكون لها دور إيجابي، والخيل لها رمزية بالنسبة لنا الشعب السوري. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 650 جوادا عربيا في شمال غرب البلاد، ثلثهم فقط مسجل لدى المنظمة العالمية للجواد العربي التي كانت تقديراتها تشير إلى وجود 8500 جواد عربي في سوريا عام 2011. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. دينا شرف معها أحوال الطقس، إليك دينا. شكرا لك هبة، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 34 وصغرى 21، الإسكندرية 29 21، مطروح 27 20، بورسعيد 30 20، الإسماعيلية 35 19، السويس 35 20، العريش 30 19، طابة 34 22، شرم الشيخ 37 27، الغردقة 36 26، الأقصر 41 25، أسوان 41 26، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 32 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أبرز لقطات في اليوم. ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال اجتماع لمجلس المحافظين، مدبولي يشدد على أهمية ملف توريد القمح. القوات المسلحة تنفذ عددا من التدريبات المشتركة بالسعودية. قصف روسي يطال خزان لحمض النيتريك في سيفيرودونتسك، والجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب بأوكرانيا. نهاية النشرة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم، والإعلام يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الخير يا يوسف، أهلا بك. معلش أنا عايز أسألكوا سؤال بجد، مين اللي بيحب الباندا قوي كده في المجموعة بتاعة العمل بتاعة الأخبار؟ أنا ملاحظ إن الباندا كثيفة، يعني لا دايما في حد عاشق للباندا خالص. لازم النشرة تبقى بنختمها بخبر كده لطيف بعد أحداث ثقيلة، محتاجين نشوف يعني حاجة غريبة. ملاحظ الباندا والبراكين، فما حسيتش إن موضوع متعلق باللطافه، في حد بيحب البراكين وزميله التاني بيحب الباندا، فتلاقي دايما في. عموما مش عاوزين نلبس الناس في الحيط، شكرا يا جماعه جدا. الحمد لله كده عملنا اللي علينا. لا احنا بس بنبعد عن السياسه مش اكتر في اخر لقطه في النص. في انحيازات ناحيه الباندا والبراكين. اشكركم جدا جدا جدا. شكرا يا هبه، شكرا يا ايمان، وهستاذنكم نبدا فقراتنا.